بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا النهارده بعنوان روح لا تنهار. الكلمه دي موجوده في ايات في العهد القديم, spirit never broken down. يعني انا هاخدها من حياه القديس بولس, كنت بقرا فيليبي وعجبتني ايه جميله بتقول ايه وهو في السجن ومنتظر يتحاكم قدام نيرون مع ادنى الرجل ده, قال حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء. حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء. فكتب واحد عنه, عن بولس, يعني قال هذا الشخص الروح التي لا تنكسر. يعني إيه؟ مفيش حاجة تكسرك يا أخي, ده أنت مسجون عند نيرون وقربت يموتوك والدنيا كلها ضدك على فكرة, إنما بيتكلم بمنتهى الثقة والرجاء جوه السجن ويقول عندي رجاء وانتظار انه مش هيكسفني. المسيح يتعظم في جسدي سواء كان بحياة او بموت, لي الحياة هي المسيح والموت هو لي ربح. الكلام ده اللي قاله فيليبي واحد. فانا عاوز نفكر مع بعض ازاي نبقى عندنا الروح دي, ان احنا مفيش حاجة تكسرنا, احنا بنتكسر بسهولة قوي, احنا تلاقي اي خبطة واي لطشة تهدنا وتشككنا في ربنا وتسد نفسنا وتنزع السلام من قلبنا. ليه كده يعني؟ ليه احنا كده ملطشة كده؟ ولاد ربنا المفروض مفيش حاجة تكسره. لو هو إيمانهم قوي هيقولوا زي بولس الرسول حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء. فيش, ربنا مش ممكن يكسفني في حاجة. عشان نعيش المعنى ده, طبعا كلمة انكسار عموما ليها معنى حلو, القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. فأنا مش بقولك تبقى مكسور في الصلاة يا بختك, لا, أنا بقصد الانكسار يعني واحد اتكسر بمعنى يئس أو انهار, زي ما القديس بولس قال متضايق مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين, متحيرين لكن غير يائسين, مطروحين لكن غير متروكين, يعني ما بتوصلش أبدا للانهيار, في ضغط نفسي, في تحديات, في مشاكل, بس ما بننهارش. ليه؟ في الآخر متأكدين أن ربنا معانا ومش هيسيبنا وكله للخير. الانكسار غير الروحي أو الانهيار ده اللي المفروض ما نوصلوش هو معنى آخر من معاني اليأس. بعيد عنكم يهوذا ده, يهوذا ده شاف اللي محدش فينا شافه, شاف المسيح بعينيه كتير ولمس المسيح بايديه كتير وخد حضن من المسيح وبوسه من المسيح وحط له الاكل في بقه. طب ليه كده؟ ليه النهايه الصعبه دي؟ بسبب الانهيار ده, انه اتكسر زياده ويئس زياده والشيطان ملا قلبه وخده في حته غلط. انكسار غير الروحي انك تهرب. انا بشوف منكم خدام مع الضغط النفسي يقول لك خلاص مش هكمل. مش هتكمل ده ايه؟ دي الخدمة دي أبديتك, دي الخدمة دي حياتك, الخدمة دي مستقبلك في السماء. التعب اللي بتتعبه ده أهم حاجة بتعملها في عمرك. ما تقوليش بقى في ضغوط ونفسيتي ومرضي وصحتي والناس والبيت, لا لا لا, إياك تهرب, ما ينفعش تهرب, لازم تكمل. الانكسار أو الانهيار ده ساعات يبقى الواحد مش عاوز يحاول تاني. هنفضل نحاول طول العمر, نحاول مع خطايانا, نحاول مع أولادنا, نحاول مع ناس مخصمنا, هنفضل نحاول في الصح لآخر العمر. لأنك لو سلمت وقلت مفيش فايدة انت كده اتكسرت كسرة وحشة قوي, وكده بقيت فريسة للشيطان مش حلو. تعالوا نعيش مع شخصيات كلها تتميز انها ما اتكسرتش. يعني ايه؟ اتضغطت يعني اتبهدلت لكن عمرها ما وصلت الى هذا الانهيار. مثلا موسى النبي. موسى النبي في اول حياته لانه كان متكل على نفسه قوي اتكسر كسره وحشه قوي. يوم ما قتل المصري راحت ثقته في نفسه وراحت كل احلامه وطموحاته وسلم لليأس وعاش بقى غريب بس بطريقه مش حلوه, يعني عاش راعي اغنام هربان ونفسه مسدوده من كل حاجه وخلاص يعني مستني يموت. بعدين جاله المسيح في سن الثمانين وقال له لا انت مكسور ليه؟ تعال نشتغل, انت كان عندك رغبة زمان تخدم شعبك. طب يلا. قال له لا 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 لا, وفضل المسيح يحايله. هل موسى النبي بعد كده بعد ما شاف المسيح بعينيه
وابتدى بمعجزات ما اتكسرش. صدقوني اللي يدرس حياة موسى ده، ده اللي اتعرض له ده يهد جبل، ده اللي شافه من أيام صعبة أثناء آخر 40 سنة، دي حاجات تكسر أي نفسية، إنما ما اتكسرش أبدا. انطبق عليه المعنى اللي قاله بولس: مطروحين لكن غير متروكين، أو متضايقين لكن غير مكتئبين، أو متحيرين لكن غير يائسين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. يعني بنموت على الآخر لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المات. مثلا موضوع العجل الذهبي، ساعات تتخيل كده موسى النبي شايف كل الشعب بعد كل اللي حصل بيعبد أوثان، ده انهيار عصبي، دي مصيبة. ومين اللي عمل العجل الذهبي؟ أخوه هارون، دي مصيبة أكبر. والشعب فرحان بالعجل وبيقول إن العجل الذهبي هم اللي عداهم البحر. يعني كل ده عشان 40 يوم طلع الجبل. ده الواحد لو تعب شوية في ناس وبعدين لقى نتيجة عكسية، ده صعبة فعلا. إنما موسى تماسك وعدى اليوم بنجاح، وكان شديد جدا، وطلع يشفع فيهم والدنيا اتلمت وتعدلت. متكسرش، هو اتوجع، اتوجع جامد، لكن ده مش معناه انه اتكسر وانهار ويئس وقال له رجعني راعي اغنام، انا فشلت خلاص ومفيش فايدة ابدا. في حاجة اسمها قبروتها تقوى. قبروتها تقوى دي اللي هي قبور الشهوة. لما الشعب فضل يزن عاوز لحمة، قام ربنا راح مكسوف قال له عاوزين لحم، قال له اكلهم. قام موسى نفسه قال لربنا، قال له هتجيب لهم بهايم الدنيا كلها، هتاكل 600,000 عيله لحمه؟ قال له هاكلهم لحمه شهر وصبح ظهر ليل. فهو نفسه موسى ما كانش متخيل، بتقول ايه يا رب هنجيب لحمه منين في الصحراء ل 600,000 عيله وثلاث طقات في اليوم وبتقول شهر؟ قال له لغايه ما تخرج اللحمه من انوفهم، بدل نفسهم في الموضوع. الحقيقة بعد ده، بعد موضوع الشهوة ده، جالهم وبأ ودفنوا آلاف. طب موسى لما شاف آلاف بيموتوا بسبب الشهوة الزيادة اللي جواهم دي، مش تكسر جبل؟ إنما ما تكسرش، كمل رحلته وكمل قيادته، ومع أنه نقص جامد وجرح جامد لكن مكمل. موضوع قورح وداسان وأبيرام، أنا براجع معاكم، دول ناس قلبوا عليه وادعوا ان هو وهارون اللي طالعين فيها وسارقين الكهنوت وكل الناس تنفع كهنة، وموسى هيحايلهم ما بيتحايلوش، وعاملين ثورة وخدوا لهم ناس وراهم. وبعدين ربنا اللي قال له ابعد وابعد الناس عنهم، انا ليه حساب معاهم، تعرفين الارض بلعته. وطبعا موسى حس بذنب، 250 واحد راحوا في لحظة الارض بلعتهم، و ربنا قال له انت مالكش ذنب. لكن حاجة تكسر النفس، احساس المسؤولية ان في ناس هلكت، ده صعب قوي على فكرة. ربنا يحميكوا. يعني لما يكون واحد مسؤول، انا فاكر دكتور مرة يعني قال لي انا في غلطة عملتها في جراحة، انا سبت الطب لاني غلطت في حق مريض، ضميري تعبني لدرجة ما قدرتش اكمل، غيرت المهنة كلها. شوفوا لما واحد يغلط غلطة فيحس بذنب يقوم يسيب المهنة. طب موسى بيموت له ميات وألفات وهو المسؤول، دي تكسر جبال. ومع كده موسى مكمل. ليه؟ لأنه بيعرف يصلي. لما نشوف مثلا أن في آخر حياته يغلط غلطة يخبط الصخرة مرتين، ربنا يقول له طب بلاش كنعان، بلاش تدخل كنعان، دي تزعل وممكن يصعب عليه، وممكن يقول له يعني كل التعب السنين ده يروح عليا دلوقتي عشان انفعلت مرة؟ أبدا، موسى ولا اتكسر ولا اتضايق، وبقى يسبح ربنا قبل ما يمشي. يعني مش زعلان يا موسى، مفيش حاجة بتزعلني، مفيش حاجة بتهدك يا راجل، لا ما بتهدش، ده انت 120 سنة، ده الشعب طلع عينك. طب ايه رأيك كل الجيل اللي طلع معاك وعدى البحر كلهم ماتوا وبرضو ما تهدش؟ الجيل الثاني هو اللي داخل كنعان. ساعات اتعجب من نفسية موسى النبي مع كل ده، ازاي فضل قوي وما لا ينهار. هي دي بقى الايه، الروح التي لا تنهار، دي ميزة القديسين
اللي عندهم رجاء زي بولس وزي موسى النبي، رجائي وانتظاري أني لا أخزى في شيء. تعالوا نروح لداود النبي. داود النبي شاف أيام سودة في حياته على فكرة، وأيام كتيرة، مش يوم ولا اتنين. اليوم اللي روح لقى مراته وعياله مسبيين بسببه ومش عارف عايشين ولا ميتين، دي لحظة مرعبة جدا، دي تهد أي نفسية مهما كان هو المسؤول عن ضياعهم. يقول الكتاب تضايق داود جدا، لأنه ما فيش حاجة أصعب من أن الواحد يتسبب في موت أغلى ناس عنده. وبعدين تماسك وصلى وربنا أنقذ الستات والعيال. لما مات له أول طفل من بشبع بسبب خطيته، دي كسرة صعبة قوي، دي كانت ممكن تقفله بقية عمره وتخليه مكتئب. إنما داود تماسك ورجع يكمل رسالته، والموضوع مع صعوبته كمله، وقال أنا اللي هروح له مش هو اللي هيجي لي. ولقينا داود لسه بيكمل مزامير ولسه بيقود المملكة ولسه بعقله يعني ولم تنهار نفسيته. لما نروح مثلا لموضوع أبشالوم، أبشالوم ده بقى كسرة ما بعدها كسرة. ربنا يحميكوا لما تشوفوا أب وأم ابنهم ألحد أو يعني ضاع خالص بأي طريقة. الكسرة النفس صعبة، لأنه كانوا بيربوا عشان برضو يطلع ابنهم خادم ولا حاجة حلوة، ولا خلاص يلغي ربنا خالص. طب صعبة نفسيا قاسية. ده بقى مش ألحد، لا ده وقع مع ربنا، وقع مع داود ومات في شره. طب ده داود كمل حياته ازاي بعدها؟ ازاي يا داود بعد ما أبشالوم مات وهو في عداء معاك قدرت تحتمل الموقف وتكمل رسالتك بعد كده؟ نروح لبولس اللي ابتدينا بيه. ازاي بولس نفسيته فضلت قوية رغم كل اللي شافه؟ بولس لما بدأ خدمته في دمشق كان فاكر اليهود كلهم بقى هينبهروا بيه، الراجل المتعصب اللي كان ضد المسيح وبعدين دلوقتي بيشهد للمسيح، فيعني كان متوقع انه اليهود هيهيموا بيه. من اول جولة في دمشق عاوزين يموتوه، هربوه من السور، اترفض في دمشق، وبعدين راح اورشليم اترفض في اورشليم. عارفين دي انا هقولها لكم بشكل مصغر. تخيل انت دخلت خدمة العشوائيات فلقيت انك مش فالح ومش عارف تقول كلمتين ولا تعمل ولا حاجة، قعدت شهرين وروحت البيت وقلت مش نافع، او امين الخدمة قال لك ما تنفعش. قمت رحت الخدمة تانية دخلت فيها واستعديت وصليت وعملت اللي عليك، وبعد شهرين جالك يعني برضو ايه بأدب كده، حضرتك ما تنفعش. تعمل ايه بقى؟ تقعد في بيتك بقية العمر؟ ما خلاص بقى، لا نفعت هنا ولا نفعت هنا، يبقى ربنا مش عاوزني، او اللي زي ما ينفعش يخدم. انما بولس ده ما بيتكسرش، اترفض في دمشق واترفض في اورشليم، راح اسيا. وهو في اسيا وخلاص الخدمة هتفتح يقول منعنا الروح ولم يدعنا الروح. الله، هو العيب فيا ولا ايه؟ ما هي ماشيه مع كل القديسين وبيروحوا وبيسافروا وبيبشروا، انا ما فيش حاجه بتمشي ليه؟ طيب ومع كده ما اتكسرش برضه وكمل خدمته. قبلها راح طرسوس عطلان. طرسوس محدش عارف يسمعه، لان طرسوس دول ناس دماغهم يعني رايقه وناس بهوات من عيلته، وهو وسط عيلته ملوش تاثير ولا له كلمه، وقعد ما بيعملش حاجة، وقعد فترة كده ملوش أي لازمة. طب خلاص بقى يجي لك اكتئاب ولا صغر نفس. أول ما راح له برنابا قال له تيجي معايا أنطاكيا، قال له فورا واشتغل تاني كأنه روح ما بتتهدش أبدا. لما دخل السجن على فكرة توقع عشرات المرات أنه يطلع من السجن لأنه بريء، وبالعقل كده مفيش تهمة ممسوكة عليه، وكل مرة يقرب يخرج من السجن تيجي النتيجة خليك في السجن. دي على فكرة صعبة جدا على أي نفسية، إن الواحد يبقى عشمان خلاص هيخرج، وبعدين ده هيخرج يبشر يعني مش هيخرج يتدلع، ومع هذا لا خليك. وقعد له على كده سنين. وبطرس طلع من ليلتها، من أول ليلة بطرس اتسجن خرج من السجن قبلها، وبولس نفسه في فيليبسي ما قعدش غير ليلة، يعني جرب المعجزات وجرب انه ممكن السجن ده يخلص في ليلة، مرة دي قعد سنين ليه طيب؟ ومفيش تفسير.
هيخدم ازاي؟ ومع كده ما اتكسرش، اول ما طلع من السجن كمل خدمته ولا كأن حاجة حصلت. الناس دي ما بتتكسرش ليه؟ ده السؤال المهم بقى. احنا كلنا بنتخبط، محدش فينا حياته يعني سليمة 100%، لازم تخبيط وما بيخلص لغاية ما تحط راسك، طبيعة الحياة كده. عشان الواحد ما يتكسرش، هي في كلمة عظيمة اسمها نعمة، نعمة ربنا. ده مش شغل بشر ولا علم نفس. علم النفس أي واحد من دول لازم يعالجه كمكتئب إنما ده حاجة اسمها قوة بتاعت ربنا، إن ربنا مع كل محنة من دول يرجع الواحد فينا أقوى من الأول، يقرص 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 وتطلع من تحت إيده أحسن من الأول. دي طريقة ربنا. فربنا لما يعصر الواحد ويشد عليه، ده مش بيكسره، هيكسر عياله ليه؟ إنما قبل ما تتكسر بحتة، قبل ما تجيب أخرك خالص، يرجع يفكها تاني فتبقى عضلاتك الروحية أقوى شوية، ويبقى قلبك أوسع شوية. دي طريقة ربنا في نضج ونمو ولاده. إيليا مثلا يعني عاش حياة مرة، وكان في زمن كله إلحاد وكله البعل بقى وإيزابل، وجات له مرة وقع نفسيا خالص، وبعدين ربنا قال له تجيلي الجبل، ورجع من الجبل نار، بتنزل نار على ايديه من السماء. واحد زي يوسف ده لو ما خدش نعمة من ربنا انه ينسى اللي اتعمل فيه، ده كان ولا العلاج النفسي يقطع فيه من كتر اللي شافه. انما لقينا يوسف شخصية مثالية وجميلة ومعتدلة وناضجة، وبيحب اخواته، حب الخير، وبيفكر كويس. انت ايه، عمرك ما شفت مشكلة في حياتك؟ ده ما فيش مشكلة ما شافهاش. ده أمه ماتت بدري، وإخواته حقدوا عليه، وشاف المرارة في البير، وتزل في بيت فوتيفار، وبعدين تزل في السجن، يعني متلطش من كل ناحية. طب أمال ما تهددش ليه؟ مكمل إزاي؟ في نعمة اسمها يا ربنا يشيل، نسي، ما بقاش بيفكر في الحاجات. ولما فكروه بكى وقال لهم زي اللي أنا مش فاكر كل اللي بتحكوه، أنا كل اللي فاكره أنتم قصدتم شرا وإيه؟ والرب قصد به خير. نعمة الإرادة. أي قصة انكسار تخلي الإرادة تروح، أي نوع من الفشل، خبرة الفشل تضعف الإرادة. إنما النعمة بتعمل إيه؟ بتجدد الإرادة. تتخبط في الخدمة خبطة جامدة، تقول خلاص ملهاش لازمة بقى، وبعدين تفاجأ لما تصلي قلبك يكلك وترجع أحسن من الأول. إيه ده بقى؟ ده شغل ربنا، نعمة من ربنا انه يصحيك تاني ويديك ارادة وترجع تشد حيلك وتقاوح وتكمل. زي يشوع وقصة عخان ابن كرمي لما مات له ناس في الحرب، واكتشف انها غلطة واحد من رجالته، وانهار فعلا وقعد يعني يبكي لغاية بعض الظهر. ربنا قال له قوم يلا كان ورانا شغل، عادي خبطة بس عادي، هنكمل. ده انا خلاص، ده انا اتغلبت من قرية عاي صغيرة، هنكمل عادي. بعدها حاجة و30 ملك غلبهم، كلهم أصعب من عاي دي، بس طب كان لازم فيها عاي في الأول اللي هي إيه، تتكسر شوية وتتخبط خبطة جامدة. واحد زي صمويل النبي كان يلف يعيني كل القرى يفتقد، وبيصلي على طول، ومفيش أحلى من صمويل في زمنه في الكهنوت والصلاة. ومع كده شاول أول ملك يترسم على إيديه هلك، وربنا نفسه يظهر لصمويل ويقول له ما تصليش لشاول تاني، يا رب ارحم، دي صعبة قوي. ده صمويل معتبره ابنه، ويعني رسمه بإيده، وشاول ابتدى كويس. طب دي كسرة نفس صعبة، ومع كده يرجع تاني الغيرة تحركه، مسؤول عن شعبه، نعمة تشيله ويكمل جهاده لآخر حياته ولرساله. عمليا بقى اعمل ايه انا وانتم لما تغلبنا افكار الهزيمة، او افكار الاحباط الشديد، او خنقة الفشل؟ والفشل ده كلمة على فكرة يعني نسبية جدا. يعني تعمل ايه؟ كلنا بيعدي علينا خبرة زكية، حد اتضايق منك بدون داعي، وحاسس بفشل في علاقتك مع شخص قريب،
أخوك أو أبوك أو صديقك أو مراتك أو ابنك، إحساس صعب قوي. ده شخص قريب وأنت بتحبه بس العلاقة مش مظبوطة، مش ماشية، وحاولت ومش ماشية. مثلا اشتغلت وحاولت كتير والشغل عمال يقع، حاجة تضايق. خدمت وخدمت كتير والخدمة ما بتطلعش أي ثمر. صليت حتى عشان تغلب خطية وبعد سنين لقيت نفسك طبيت تاني في نفس الخطية. كل دي حاجات اسمها انكسار أو هزائم. إزاي ما توصلكش للانهيار؟ ده بقى السؤال. إزاي مهما تخبط زي ما كل الناس بتتخبط، ده مش معناه بقى تركن خالص. أولا، من خبرة الكتاب المقدس والقديسين، أحيانا تحتاج فترة انسحاب بس تكون محسوبة، ممكن أسبوع ممكن شهر، زي ما ربنا عمل كده مع إيليا، سحبوا 40 يوم ظبطوا ورجعوا تاني. موسى النبي كان لما يتكسر كسرة من دول يطلع 40 يوم الجبل يتظبط ويرجع تاني، ويرجع كأنه ولا في مشكلة خالص حصلت. بولس الرسول بقى كان ياخد له ليلة طويلة، ساعات ياخد له سجن، كل ده بيبقى ايه يعني شحنة كده عشان يطلع من الانكسار. كمبدأ، لو الافكار الانكسار او الكآبة دي حربتك، ما تبطلش تصلي وتقول له يا رب عاوزني اعمل ايه. ما تقعدش تلوم نفسك وما تقعدش تتحصر، دي كلمات كلها ملهاش معنى في القاموس الروحي. تقعد تلوم وتتحسر، تخلينا في المفيد. هو السؤال، طيب عاوزني اعمل ايه؟ الموضوع ما مشيش، ما حصلش حاجة، غيره يمشي. المهم، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ كمان حاسب على دماغك من الشيطان بقى، اللي ايه يحب يستغل الفترات اللي زي كده اللي فيها خبطات شديدة، ويبتدي يغذي افكار كلها كذب بقى. ربنا بيكرهك، ربنا نسيك، ربنا قلب عليك، ربنا رمى طوبتك، ربنا بيسمع لناس محترمة، انت اللي زيك ملوش في السماء. خلاص انسى بقى قصة الخدمة دي، انسى حكاية الاعتراف دي، انت ما تتناولش. يقعد بقى ايه يشتغل على دماغك، حاسب على دماغك، لانه يهوذا لو ما كانش سلم دماغه للشيطان كان زماننا بنتشفع بيه دلوقتي. كمان لما تغلبك افكار الانكسار، دايما بص، لسه العمر فيه بقية، يبقى لسه ليا رسالة. لو فاضل يوم يبقى ليا رسالة في اليوم ده. بص قدام وتبص شوار ورا، غلطت، بهدلت، اتلخبطت، فشلت، وليكن لسه في العمر بقية. لما جم يقولوا للمسيح على فكرة هيرودس نويلك، قال لهم روحوا قولوا للثعلب ده اني ايه اشتغل النهاردة وبكرة وفي اليوم التالت اكمل. يعني ايه؟ يعمل اللي هو عاوزه ويدبر لي خطط الدنيا، انما انا عندي رسالة هخلصها. فما فيش حاجة توقفك. لو افكار الفشل بتحصرك او بتتعبك، ارجوك ارجع لابوك الروحي يشجعك ويقول لك لا، ربنا عاوزك تكتم. وساعتها اسمعه ما تسمعش نفسك. في ناس تيجي الاب الاعتراف بس مش سامعه صوتها هي، وابونا يقول كلام وهي مش سامعاه، هي سامعه الصوت العالي اللي جواها. لا، تاكد انك ابوك الروحي هيقول لك ما تخافش، يبقى اسمعها من ربنا. لسه ربنا عاوزك، اسمعها، دي من ربنا، ليك رساله، دي من ربنا، نحاول تاني، دي من ربنا، تعال نتعلم الدرس، ده كلام من ربنا، فما تفقدش ابوك في اللحظه دي. تمسك بفكر الرجاء. كل اللي بقوله ده عباره عن فضيله جميله اسمها فضيله الرجاء، اللي قالها بولس: حسب انتظاري ورجائي اني لا اغزى في شيء. انا منتظر وعندي رجاء ان ربنا ما يكسفنيش في حاجه. هدخل السماء بنعمه ربنا، الخدمه هتمشي بنعمه ربنا، وتعظم المسيح في جسدي. قال كده على طول ساعتها، سواء كان بحياة أو بموت. يعني أنا مش هقول له أموت إمتى وأعيش إمتى، براحته، حتى لو مت بس تبقى موتي له فايدة برضه. يبقى المسيح تعظم في حياتي وفي موتي. ده كان طلب بولس، وبولس ربنا قال له حاضر، وانت عايش استخدمك وانت ميت استخدمك. فاسترشد بولس، وبقى رسالة لكل الأجيال.
راجع معاكم تاني. كل قديسو الكتاب وقديسو التاريخ كانوا بشر طبيعيين تحت الآلام مثلنا، يا ما تخبطوا ويا ما اتعرضوا لمشاعر الفشل، وما كانتش حياتهم سهلة، وكانت خبرتهم مع الخبط والرزع والألم كبيرة وكتيرة. فاللي بيحصل معانا حصل مع كل الناس الكويسين، فمحدش يضطرب. إنما ما توصلش معانا أبدا لانهيار، لا، مطروحين في كل شيء لكن غير متروكين. يعني دايما تصور انه ممكن تتحدف من فوق خالص، لكن قبل ما تترزع في الارض تكون في ايد شايلك، وتتعور من كل حتة، بس لازم في منفذ يعطي مع التجربة المنفذ كي تستطيع ان تحتمله. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.